ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل وبعد الفقرة الأولى الجميلة في اللي عشنا فيها روحانيات ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. إن شاء الله الفقرة دي هنتكلم فيها عن الصناعة وعن أحدث التقنيات المستخدمة في ماكينات غسيل السجاد الإلكترونية الحديثة. كنا طبعا عارفين ان في مكن غسيل سجاد ولكن او كان بيشتغل مانوال اللي هو اليد والكلام ده كله. دلوقتي في معانا ضيوفنا الاعزاء اللي موجودين معانا عاملين حاجه حديثه جدا وحاجه مطوره وحاجه فخر للصناعه المصريه وفخر للشباب المصري. برحب بالمهندس محمود ابراهيم، اهلا بيك يا باشمهندس، وبرحب بيه ايضا مهندس عبده شوقي، اهلا بيك، نورتونا طبعا، كل عام وحظكم بخير. عايزين نتكلم عن أحدث التقنيات الحديثة اللي حضراتكم استخدمتوها في تصنيع ماكينات غسيل السجاد الإلكترونية. تمام، اتفضل. هو زي ما معروف في السابق خالص في الدول عامة في مصر والدول العربية إن المكن كله السجاد بتغسل بطريقة يدوية جدا. صحيح. فالفكرة دي جات لنا، شفنا مكان معروض في تركيا، مكان حديث بيغسل السجاد اوتوماتيك، يعني بتحط السجادة مثلا قدام المكنة بتخرج اليمة التانية مغسولة فيها المية، مغسولة تماما، كل شيء اوتوماتيك بدون تدخل يدوي خالص. ما شاء الله. فبدأنا نشتغل على تصميم المكنة دي من خلال الصور والفيديوهات وكده، وبما ان ده مجالنا فاحنا فاهمين في المجال فنقدر نحدد ازاي المكنة بتشتغل، ازاي المكنة مكوناتها الأساسية ايه، وبدأنا نطور المنتج ده بعد كده. ما شاء فطبعا الله. المنتجات دي بتبدأ بكم مرحلة، مثلا يعني مثلا بتبدأ أول حاجة لازم تنفض السجادة من الغبار، بعد كده تبدأ دي على بيبقى مرحلة ليها ماكينة مخصصة يا باشمهندس ولا محمود ماكينة مخصصة، اللي هي تنظيف الغبار المبدئي ده. تنفيذ الغبار، بعد كده بتدخل على حاجة اسمها ماكينة الغسيل الأوتوماتيك. طبعا ماكينة الغسيل الأوتوماتيك دي في منها بقى أنواع، مثلا وليكن 5 فرشة 7 فرشة، حاجة يعني تبع حجم كل ماكينة، صحيح. فبتكتر في الفرش بتاعتها أو بتزود في إمكانياتها وكده. بعد كده بتخش على حاجة اسمها ماكينة تجفيف، بتعصر السجادة بنسبة 98%، وبعد كده بتنشرها على الستاند، وبعد كده تقدر انك تلفها وتحطها على مكنة حاجة اسمها تشطيب برضك بنعملها، بتغلفها وتريحها، وبعد كده بتسلم للزبون مباشرة. يعني حضرتك تقصد ان كل مرحلة في المراحل اللي عدت دي ليها مكنة، لا مكنة، مش كلهم مكنة واحدة يعني؟ ما هو دون الفكرة في كده، الفكرة اللي احنا بنطور منتج دلوقتي اللي احنا شغال في اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الحلقة وكده، ان احنا المنتج اللي احنا بنطوره دلوقتي ازاي نجمع معظم الماكينات مع بعض، مش كله. يعني انا اعتقد المراحل اللي كم انت مكنة حضرتك بتقولها دي عايزة يعني؟ مصنع بقى عشان يغسل سجادة. ما هو مش شرط تبدأ بكله، مش شرط تبدأ بكله، يعني ممكن حسب كل امكانيات كل فرد. يعني مثلا وليكن لو هنقول حد مثلا واحد عنده مغسله يدويه تمام. خالص، ممكن يبدا بحاجه اسمها بالمجفف، يبقى بدل ما كان بيغسل ويستنى اما اسبوع مثلا. السجاده السجاده تنشف وكده، بيفضل فعلا طب يومين المجفف ثلاثه ده بياخد وقت قد ايه بقى؟ دقيقه يعني السجاده تتجفف تنشف في في دقيقه؟ دقيقه. ما شاء طب الله، كويس والله. دقيقه ونص يعني 90 ثانيه بالظبط، بتكون بتخرج بنسبة 97 98%، وبتقدر تنشفها في خلال، تسيبها مثلا في الهواء في خلال ساعة وتسلمها للزبون. جميل. طيب نرجع للبشمهندس استاذ عبده. طبعا المهندس محمود، يعني لما كلمناه مين دراعك اليمين ومين اللي هو شريك النجاح، قال المهندس عبده. فازاي حضرتك بدأت معاه الفكرة وازاي نفذتوها؟ والله احنا في الاول كنا خراطين عاديين جدا، كنا شغالين في ورشة وكده، وبدأنا طلعنا فتحنا ورشة سوا، ورشة صغيرة تمام، وشغالين وكنا كويسين طبعا. فأصبح احنا عايزين نكبر مثلا أو نكبر المشروع، صحيح. فبدأنا نخش على النت وكده ونشوف ايه الصناعات الجديدة اللي شادة الناس وكده، فلقينا المنتج اللي هو التركي ده، اللي غسيل السجاد بالمكن الآلي وكده. فبدأنا نخش على الصور ونجيب صور تمام. ونصمم،
فطبعا كان بيقابلنا حاجات كتير طبعا فيها مشاكل، لان احنا بنشتغل على صور مش على مقاسات. صحيح. فربنا سهل علينا، عملنا اول مكنه. طبعا بعد كده بدانا نطور في المنتج لغايه لما وصلنا لاخر حاجه يعني دلوقتي، ان هي كل حاجه تاتش، شاشه تاتش، والصابون بينزل برضه اوتوماتيك ما شاء الله. وبدانا نعدل في المكنه كتير، حتى احنا عدنا دلوقتي معديين تركيا بمراحل. ما شاء الله. دي حاجه كويس. معلش استوقف حضرتك بس. اتفضل. انت دلوقتي كان بيقول ان كل حاجه، كل مرحله ليها ماكينه. تمام. ووصلتوا لمرحله التاتش. اه. يعني وصلنا لمرحله التاتش ولسه ما وصلناش ان احنا نعمل ماكينه تضم الحاجات دي كلها. ما هي بس نقدر نعمل الكلام ده صح؟ ما عشان ماكينه واحده تضم الشغل ده كله في مكنه واحده. ايوه. هتبقى مكنه مضخمه ما تقدرش مثلا تشحنها بره. اه. يعني احنا اكتريت شغلنا بتشحن بره السعوديه. عشان التصدير. اه. ففيش كونتينر اصلا ياخد المكنه دي. طب كنت عايز اسالك على حاجه بقى، الماكينات اللي هي بتغسل السجاد في مكانه. تمام. اللي هي مثلا مسجد، مش هنقل انا السجاده بقى المكان اللي نغسله فيه. في عايزه ماكينه تغسل السجاد وتنشفه في مكانه. في متاحه؟ في بيبقى نظام مكان بيبقى شغل شفط. يغسل ويشفط نفس الوقت الميه من السجاد. ودي كبيره بقى؟ لا، مكان صغير زي سنجل ديسك. بحيث اللي هي اللي انت ما ينفعش تغسل ميه وتسيبه، لازم يشفط عشان ما عملش ريحه. والله احنا المفروض ان كان معانا تقريبا في صور او ماتيريال لو زمايلنا في الكنترول لو موجود عندهم ينزلوها دلوقتي. اه يا ريت. طيب نرجع للبشمهندس محمود. طبعا في ازمه كورونا الفتره اللي عدت حصل تاثير على الاقتصاد المصري او الاقتصاد العالمي. تمام. هل حصل مع حضرتك يعني اي حاجه من يعني تاثرت بازمه كورونا في التصدير وفي التصنيع المحلي، ولا الموضوع كان ايه؟ تمام. هو بلا شك كله تاثر. طيب هنستاذن حضرتك، هنطلع فاصل دقيقه واحده قبل ما تجاوبنا وهنرجع تاني. اوكي. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، وبنكمل حديثنا مع ضيوفنا الافاضل. باشمهندس محمود، يعني قبل الفاصل كنت سالتك على تاثير الصناعه او تاثير المنتج بتاعك بازمه كورونا. هل حدث تأثير في التصدير والشغل المحلي، ولا الحمد لله الأمور عدت معك على خير؟ تمام. هو بلا شك كله تأثر. حتى الدول الكبيرة تأثرت بالموضوع ده، ما بالك احنا. صحيح. بس هي الفكرة ازاي تستغل كل واحد. ازاي يستغل الموقف اللي هو حصل، لأنه هو موقف خلاص فرض عليك. صح. تمام. فاحنا لو جينا مثلا ندور من أول ما اشتغلنا كان قدامنا مشكلة. هو مش مشكلة، هي أي حد ممكن يتمنى النقطة دي، يعني إنك يكون شغلك كتير جدا وإنتاجك كبير بس مش ملاحق على الشغل. بس دي يعني لها عيوب ومميزات. صحيح. المميزات بتاعتها إن في مكسب وإنك بتكسب وإنك شغال والأمور تمام معاك، لكن مشكلتها إنك ما بتلاقيش فرصة تطور. فمن هنا بدأنا نستغل النقطة دي. احنا قلنا الفترة اللي فاتت كلها مش قادرين نكسر شغل، يعني مش قادرين يكون عندنا فائض انتاج. ما شاء الله. تمام. فاحنا قلنا خلاص بدل الكورونا. ده دليل ان في سحب على المنتج بتاعك كتير. ما شاء الله. في سحب كتير. اه ما شاء الله. اللي احنا مش عارفين نطور، بنطور حاجات خفيفة، يعني حاجات خفيفة في المكن. لكن نطور مثلا المنتج منتج كامل. نصنع مثلا منتج جديد صعب. ليه؟ لان هو بيعوز وقت، عايز وقت تجربة وعايز وقت تصميم، عايز وقت كبير. في ضغط الشغل، فمش هينفع. فهو اجت كورونا، يعني بنقول يعني ايه، يعني كان شيء، هو كان شيء يعني كورونا سيء للجميع. اكيد. بس احنا استغلنا صح. نعم. استغلنا صح. ازاي؟ قلنا لا، احنا بعد كده بدا الوقت ده كله الفراغ اللي ما فيهوش وقله التصدير، لان طبعا احنا بنصدر لثمان دول. ما شاء الله. فطبعا الحدود كلها قفلت. فانت ما انت بيشتغل لمصر بس. دول عربيه ولا في اوروبيه؟ لا، دول عربيه، وان شاء الله احنا لسه في تعاقد مع دوله اوروبيه او دوله اوروبيه ان شاء الله. دي حاجه فخر. عشان كده بدانا نصمم منتج جديد. ما شاء الله. فاحنا استغلنا موضوع كورونا دون من هذا الاساس، ان نطور منتجنا ونستفاد من وقت الفراغ شويه وقله الشغل. طب علشان وقتنا بس اوشك، هسال سؤال باشمهندس عبده. من كلام البشمهندس محمود عرفت ان منتج مؤسسه الفرسان حاجه ناجحه. تمام. ايه سبب نجاح مؤسسه الفرسان؟ الماتيريال، الخامات،
ايه سبب الطلب اللي بيكون عليها؟ والله احنا شغلنا احنا اصلا بنحاول نطور من شغلنا، ما بنبصش مثلا ان احنا نقلد فلان وعلان، لا احنا الوقت بنشوف شغلنا. انا بروح عند العميل اعمل صيانه، بشوف ايه اللي هو مثلا ايه اللي يفيده في الشغل الجديد، بطوره في الشغل الجديد. تمام. وبرضه ساعات بقوم جاي برضه ضايف الشغل الجديد بضيفه على المكان القديم، بزوده في المكان القديم. تقصد بالشغل الجديد التطوير؟ تطوير. مراحل التطوير. مراحل التطوير. يعني احنا مثلا طورنا في حاجه في المكنه الجديده. تمام. طيب الزبون انا شايف ان الحاجه اللي هي ما اتطورتش عنده ديت كانت بتتعبه في الشغل، صحيح، بضيفها في الشغل وراح اركبها له هنا. حاجه مثلا زي استهلاك الكهرباء، استهلاك الميه، في الكهرباء، في الصابون كان بينزل بننزله بايدينا، هي عاد بينزل اوتوماتيك. بمناسبه بقى استهلاك الكهرباء، عامله ايه الماكينه في استهلاك الكهرباء؟ ما فيش استهلاك خالص. يعني معروف ان المغاسل والدراي كلين تبقى بتستهلك كهرباء كتير اصلا. هي الكهرباء بالنسبه برضك موضوع برضك شغل تركيا وكده، كان موضوع حجم الكهرباء عندهم ضخم جدا. يعني ازاي؟ اول حاجه بيحطوا مثلا على العصاره موتور ضخم جدا، صحيح، تمام. يعني مثلا من ضمن ما كانوا بيحطوا على عصاره مثلا او مجفف صغير بيحطوا عليه 22 كيلو موتور 22 كيلو، يعني ما يعادل حاجه و30 حصان، 31 حصان. احنا المكن كله بتاعنا ما يكملش 15 حصان ما شاء الله، خدت الطقم كله كامل ما شاء الله، ده ما يعادلش حاجه عصاره، ما يعادلش عصاره من. طيب حضرتك انت بقى اللي صممت ده يا باشمهندس محمود، يعني انت اللي عملت التقنيه اللي هي بسبب اللي هي ما تعملش سحب كهرباء كتير. لا مش تقنيه، لا هي الفكره مش في كده. الفكره اللي احنا اخترت موتور اقل. بنختار موتور اقل بس بنعمل ميكانيكا علشان تعوض. طيب الموتور الاقل ده مش ممكن يكون لما على الضغط، مع الضغط يحصل له حاجه ولا لا؟ هو الموتور بيشتغل ازاي؟ الموتور بيشتغل تبع كل موتور ماشي لضغط معين. انت ما ينفعش تحمله فوق طاقته، صحيح، تمام. فانت لو كل ما انت بتسهل له، بتخليه بيشتغل على حاجه خفيفه ماشي، او الحمل اللي جاي له ضعيف ماشي، انت كده بتريح الموتور. هي دي كل الفكره ما شاء الله، انك ازاي توصل الموتور تقول له لف حاجه ضعيفه، الحاجه دي قويه ازاي بتخليها بتعمل لها ميكانيكا. تمام. تبقى ضعيفه بالنسبه للموتور. كنت هسال سؤال بس للمهندس عبده، مقاسات الماكينات بتختلف؟ بتختلف. طب بنبدا من ايه لايه؟ يعني احنا مثلا عندنا هنا في مصر بتبدا من 3 متر 20. تمام. للشغل المصري اللي والشغل اللي بيسافر بره السعوديه، ليبيا، لبنان، بيبقى عندهم المساحات كبيره في الفرش، فالمكنه بتبقى 4 متر 20. تمام. علشان عرض السجان. لو حد بقى عادي بسيط عايز يفتح دراي كلين، تمام؟ تمام. ترشح له ايه؟ يبدا بايه؟ بيبدا بالمجفف اللي هو العصاره وسنجل ديسك. تمام. سنجل ديسك اللي هو بيشتغل بويده وده. والعصاره اهم حاجه، لان العصاره بتخليه بدل ما ياخد وقت عما يلم السجاد من على الاستندات، ممكن يلمه مثلا بعد ساعتين. حلو. يعني طيب لو انا هعمل، لو معاه في الشغل، لو حد هيعمل المشروع ده استاذ عبد، محتاج مساحه قد ايه اللي هي تشيل المكان ده؟ للمكان كله؟ لو هياخد المشروع كامل، يعني المشروع كامل بياخد له بتاع 150 متر او 100 متر. طيب يعني تبع كل لان الناس بتختلف، يعني الطبقات بتختلف. يعني احنا مقسمين المشروع لفئات. فئه اللي هي البدائيه خالص، اللي انت ممكن تبتدي بحاجه صغيره اللي هو السنجل ديسك والعصاره. وفئه متوسطه اللي انت ممكن تبتدي بالسنجل ديسك والعصاره، او بتلغي السنجل ديسك وتبدا بدل ماكينه الغسيل والعصاره. تمام. وبعد كده الفئه بقى الطب خالص، اللي انت لو عايز تفتح مشروع ضخم بتاخد بقى كل المكان اللي هم 4 ماكينات وكده. ما شاء الله. طيب سؤال اخير عشان بس وقتنا. هل في تقسيط او في تسهيلات في السداد للشباب المقبل؟ بالظبط كده. والله واخر من فتره كنت قاعد مع مدير الفرع بتاعنا بتاع البنك الاهلي وكده، وبندرس الموضوع ده ازاي. تمام. انا اضمن فلوسي عند العميل، يعني اخد فلوسي من البنك. ماشي. في سبيل ان البنك هو اللي يطلع له الشغل. للاسف وقت برنامجنا انتهى للاسف. نورتونا وشرفتونا اعزائي المشاهدين، اتمنى نكون يا رب اسعدناكم، وان شاء الله القاكم في حلقه جديده من برنامجكم موضوع يهمك. الى اللقاء.